السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. إلغاء رسوم بطاقة السديم لمدة 6 أشهر لاستخدامها عوضا عن الأوراق النقدية. وزارة التربية والتعليم تبدأ برفع الدروس والإثراءات الجديدة عبر اليوتيوب. تطبيق العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات الحكومية. أهلا بكم في أخبار السادسة. وجه معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط الهيئة الوطنية للنفط والغاز لإلغاء رسوم بطاقة السديم للوقود لجميع مقدمي الطلبات لمدة 6 أشهر اعتبارا من اليوم 23 من مارس الحالي، وذلك يشمل جميع الزبائن من الأفراد والمؤسسات، حرصا منها على سلامة المواطنين وحثهم على استخدام بطاقة السديم عوضا عن الأوراق النقدية في محطات الوقود. حيث أن مبادرة الهيئة الوطنية للنفط والغاز تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله من أجل مؤازرة الجهود الرامية إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين والحد من تداول العملات، حيث أن استخدام بطاقة سديم في المحطات يعتبر أكثر أمانا ويسهم بشكل فعال في التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره. صرح دكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن الوزارة قد بدأت اليوم الاثنين الموافق 23 من مارس 2020 برفع إنتاجها من الدروس والإثراءات الجديدة عبر قناتها على موقع اليوتيوب، مع توزيعها على 14 قناة فرعية، وذلك بحسب الفصول الدراسية من الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، إضافة إلى التعليم الفني والمهني والتربية الخاصة. وأضاف الوزير أن هذه القناة ستضم الدروس والإثراءات الرقمية الجديدة المتاحة عبر موقع الوزارة الإلكتروني وبوابتها التعليمية والقابلة للتحويل إلى صيغة الفيديو، إضافة إلى الحصص الدراسية المتلفزة التي يتم بثها حاليا عبر تلفزيون البحرين، ما يمثل خيارا إضافيا للأبناء الطلبة يمكنهم من مواصلة تلقي الخدمات التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ويضمن استفادة أكبر شريحة ممكنة من الطلبة. أصدر ديوان الخدمة المدنية توجيهاته رقم 5 لسنة 2020 بشأن تطبيق سياسة العمل من المنزل على الأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. وأفاد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية على أن التوجيهات تنص على قيام الجهات الحكومية بتطبيق سياسة نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وحتى إشعارا آخر، على أن تقوم الجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتحديد ما يقتضيها الصالح العام من استمرار الأم العاملة بشرف تأدية الوظائف الحيوية وبالأخص في القطاع الصحي، وذلك خدمة للوطن ومواطنيه ومقيميه. استنادا إلى رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعملا بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس ومنع لانتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وإلزاما بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، وفي ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للتصدي لفيروس كورونا ومنها منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة، تعلن إدارة الأوقاف السنية عن تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها، وذلك اعتبارا من صلاة المغرب من يوم الاثنين 28 من رجب عام 1441 هجريا الموافق 23 من مارس 2020 وحتى إشعار آخر. وتهيب الإدارة بالمصلين أن يلتزموا بهذا الواجب ويحافظوا على أداء الصلاة في بيوتهم، وأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لصرف البلاء، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والسلامة والعافية، وأن يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع التأكيد على رفع شعيرة الأذان في أوقاتها المعتادة وعدم توقفها، يستبدل المؤذن بجملتي حي على الصلاة وحي على الفلاح، قوله الصلاة في رحالكم، أو الصلاة في بيوتكم، أو الصلاة في أماكنكم، أو أن يقولها بعد الأذان إعلاما للناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم للصلاة في أماكنهم وعدم الحضور إلى المسجد.
دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عناية جميع متاجر البيع بالتجزئة ومحلات السوبر ماركت بمملكة البحرين للالتزام بالإرشادات التوجيهية الصادرة من وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك بضرورة أن تقوم جميع المحلات باتباع هذه الإرشادات والتعليمات الواردة والموجودة في الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة. أعلن طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين عن بدئها بتطبيق نظام العمل عن بعد، وذلك بناء على قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، باستمرار سير العمل الاعتيادي بالمؤسسات العامة والخاصة والحث على تطبيق العمل عن بعد متى ما توفرت الإمكانية لذلك. وأكد طيران الخليج حرصها على تنفيذ مجمل القرارات التي تصدرها المملكة بهدف توحيد الجهود الوطنية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا، انطلاقا من مبادئ المشاركة المجتمعية للحفاظ على صحة موظفيها وكافة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. وأشارت إلى أن تطبيق نظام العمل عن بعد في الناقلة الوطنية سيعتمد على طبيعة العمل وحجم الإدارات المختلفة فيها بناء على الاحتياجات الخاصة لموظفيها مثل الأم العاملة وذوي الأمراض المزمنة والكبار بالسن، بالإضافة إلى اعتماد نظام التدوير عند الحاجة لذلك في بعض الإدارات. صرح المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة انتهت من تنفيذ مشروع إنشاء مبنى المختبرات الزراعية في منطقة هورة عالي التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية، وأصبح جاهزا للتشغيل بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة. وقال الوزير إن مشروع المختبرات الزراعية يهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي من خلال توفير أفضل الخدمات للمزارعين والمربين وتوفير الحلول المناسبة بما يضمن سلامة منتجاتهم وتحسين نوعيتها، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى الموردين للسلع المختلفة من النباتات والحيوانات واللحوم، خصوصا فيما يتعلق بتحديد مدى مطابقتها للقوانين واللوائح التنفيذية واشتراطات منظمة التجارة الدولية واتفاقيات الصحة النباتية والصحة الحيوانية، مشيرا إلى أن المبنى يتضمن عددا من المختبرات التخصصية النوعية. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.